إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس. لا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، بعد ما عرضت التسريب الأول للمنصرة ميرفت بانيوتي، جات لي تعليقات كتير بتستنكر سلوك المنصرين في مساومتهم على أولادي، وفي ناس كانت بتقترح أني أجريهم للآخر. وعلشان كده أحب أوضح أني بالفعل كنت ماشية معاهم في الكلام ده على أمل أنهم على الأقل يوروني ولادي قبل السفر. وعلشان سوء نيتهم وعدم صدقهم، رفضوا أني أشوف ولادي، وكانوا مصممين أني أسافر لوحدي علشان يتخلصوا مني. منهم لله وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم. لذلك قررت نشر التسريبات بعد محاربة الكنيسة ليا علنية بتعاونهم مع أبوهم في إخفاء الأولاد. والنهاردة هقدم دليل قاطع للرد على المشككين واللي كتبوا في التعليقات إن التسريب ده مفبرك، والدليل في المقطع ده. وادي أهو $100 بتاعتهم صرفتها النهاردة من ويستر علشان إجراءات استخراج جواز السفر علشان أسافر لبنان من بعدها لأمريكا. أظن الإيصال واضح إن في اسم ميرفت واللي بعتت $100 علشان أعمل جواز السفر، وبالفعل عملت جواز السفر علشان يطمنوا إني فعلا جادة في كلامي معاهم. والحمد لله ربنا قدرني إني أخد اعتراف من ميرفت إن الكنيسة متورطة ومسؤولة عن إخفاء أولادي. فتعالوا نشوف ما يؤكد الكلام ده في التسجيل اللي جاي. وقالت لي الكنيسة هتقف معايا لما تتأكد ان ماما رجعت. في المقطع ده بتقصد بنتي مريم، ولاحظوا كده تكرار كلمة الكنيسة، الكنيسة هتقف معايا، الكنيسة هتقول لي، الكنيسة هتعمل معايا. ايه بقى دور الكنيسة في الموضوع ده؟ المفروض ان هي حاجة أسرية، الكنيسة ايه دخلها في اخفاء ولادي؟ ومش اي حاجة، هما كانوا واخدين الولاد عشان خاطر مش خايفين عليهم. نعم حضرتك، هما كانوا واخدين الاولاد علشان خاطر خايفين عليهم. يعني اديكي بتعترفي بصريح العبارة ان الولاد عند الكنيسة، وانت بتقولي هما واخدين الاولاد علشان خايفين عليهم. ان هما تابعين في السن ده هيروحوا يا بنتي اوتوماتيك هيروحوا للناحية التانية. فهم بيعملوا كده ليه؟ مش عشان يحرموكي من عيالك، بس هم خايفين على أبدية العيال، واوتوماتيك قانونا بيتغير لهم شهادات ميلاد كذا كذا كذا. لا قلتي لأ، لا مش هم مش بيتغير لهم اوتوماتيك ولا حاجه، لان انا يعني انا عارفه الكلام ده، لان في حالات يعني قدامي خدت بناتها وقاعدين معاها بناتها لغايه دلوقتي. حاجه، لا مريم قالت لي حاجه. ايه؟ قالت لي هو دلوقتي لو الكنيسه عرفت ان هي رجعت مسيحيه وعادي، الكنيسه ايه اللي ده هم خايفين بس كان عشان القصه دي. خلاص عرفوا الكنيسه ولقونا احنا عايزين نعيش مع ماما، هيبقى ليهم ضغط مع بابا كويس قوي. هي قالت لي الكلام ده، وعلى فكره كلميها فيها برضه. ماشي، عرفوا الكنيسه. عرفوا الكنيسه، مفيش مشكله لما الكنيسه تعرف عادي طالما هتساعدنا. ايوه، ما هي قالت كده. بس قالت طب هو رجعت للمسيح، وما ايه اللي هيخلوها ياخدوا العيال؟ طب ما احسن طبعا. يعني حضرتك لو انا رجعت للمسيحية، ايه اللي هيخلي الكنيسة تحتفظ بالعيال؟ يعني انا لما ارجع مسيحية الكنيسة هتفرج عن اولادي، لكن طالما انا مسلمة الكنيسة ممسكة في اولادي ومش هتخلينا اشوفهم. انا مش فاهمة ايه المنطق ده. حسبي الله ونعم الوكيل. الرحمة اتنزعت من القلوب خلاص. مش الافضل يا ميرفت اللي احنا نمشي مع بعض احسن؟ الولاد الصغيرين معايا. بصي لو بصلها ماديا، انا ممكن اشتغل يا ميرفت، مفيش مشكلة عندي، انا ممكن اشتغل. لا، المشكلة مش في كده يا روح ماما خالص. امال ايه المشكلة؟ ان انت كمسلمة في الدولة صعب جدا جدا تطلعي بالعيال. ليه؟ انا ممكن اتكلم مع بابا الرحومة وافهمه الوضع وهو يساعدني، او يكلم الكنيسة. طب كلميه وقولي له لو انت عايز تخليني اكلم الكنيسة واقول لهم ان انا رجعت، اقول لهم وارجع واعمل اقرار او اي حاجة. طب
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. برضو الكنيسة بابا راح ما يكلم الكنيسة علشان يخلينا اشوف ولادي. برضو يد الكنيسة ده بلاغ لمن يهمه الامر، الكنيسة محتجزة ولادي باعتراف من المنصرين اللي في امريكا. مهم ان انت تقدري تاخدي الولاد اللي تحت السن بره. ايوه ده هدفي الاساسي ان انا واضم الثانيين بعد كده ويتبعت لهم ورا الاربع. ايوه اللي هو في برونيا والثلاث صبيان. وثقي ان الرب هيكون معاكي وهيجيب لك ولادك، وانا واثقه في اسم يسوع، وبابا على فكره وعدني بده. اكد لك يعني الموضوع ده؟ صدقيني وعدني بده، قال لي عشان انا بقول لبابا اوعى تسيب غادة في يوم من الايام، بتسيب لي يقول لي لا يمكن. وفي الاخر اتصل عليا، ليه يا بنتي بتقولي كده؟ ليه يا بنتي؟ كان زعلان قوي بقول له هتسيب غادة. وقولي له انا خايف عليها، انا حاسه بيها، قولي له. بيقول لي ابدا، وفي اسم الرب يسوع ولادها هيخرجوا كلهم من مصر. قال لي بتخرج الاول، وانا ليا معارف كتير في مصر وهنعمل لهم ورقهم وهيخرجوا، بس عايز خرجك انت الاول لان خروج ولادك سهل، دول مسيحيين. يا ميربط بس بامانه معلش حاولي معايا في موضوع ان انا اشوفهم قبل ما امشي، لان ده هيفرق معايا قوي في نفسيتي ونفسيه ولادي. هقول لهم يا حبايبي انا هجيبكم، روحوا اقعدوا في الكنيسه ولا في المكان اللي انتوا فيه. حبايبي معلش لموا هدومكم في الشنطه وانا خلاص هجيبكم، يعني هتفرق معايا يا ميربط والله. ردتش لما انا قلت لما هقابل ولادي هقول لهم روحوا يا حبايبي في المكان اللي انتوا قاعدين فيه او في الكنيسه ولموا هدومكم لغايه ما اجي لكم. ما اعترضتش وما قالتش لا عيالك مش في الكنيسه، لا سكتت لانها عارفه ان ولادي في الكنيسه. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. الايام دي ابليس شغال عليكي ايه؟ جدا. ليه؟ صراع. لانك انت فارسته هتمشي. أيوة. هو بيبقى كل نفس غالية عليه قوي انه ياخدها في الجحيم، فعارفة لما بتبقي انت عايز تمشي هم رؤساء وسلاطين، هم جنود يجتمعوا الحقوا ده غادة هترجع تاني للمخلص المسيح. طب نعمل ايه؟ نحارب بقى بالفكر ده، الناس هتكرهك والناس دي ده ممكن ياخدوكي يقتلوكي. أيوة. يلبسوكي بدير. سبحان الله نفس الافكار اللي بتجيلي فعلا يا مرو. ممكن ياخدوكي، ممكن يخطفوكي، يحطوكي في الدير، يقتلوكي. انت عرفتي منين الحاجات دي؟ يبقى انتوا بقى بترتبوا على الحاجات دي، وعلشان كده اللي في قلبكم بتقولوه على لسانكم. بت والله صدقيني انا عارفه ابليس هيشتغل بده، بس انت لازم تقولي لا، دي محبه المسيح اللي بتقود الناس دي. ما انا عارفه. بالعكس صدقيني يا غاده احنا بنحبك قوي. انا مش ضعيفة زي ما انت فاهمة، انا ممكن يعني ايه اعمل اقلب الدنيا واجيب ولادي لو انا عايزة، انما انا بعرف من مريم انهم كويسين، فعشان كده خلاص هم كويسين، علشان كده انا ساكتة. انما لو على مجيابهم واقدر اجيبهم، بس انا اخترت ان انا اسافر واعلن مسيحيتي بعد ما اسافر في سبيل ان ولادي يكونوا معايا الستة. اطمئنان نفسي. ما ينفعش اعلان ايمانك يكون مشروط يا غاده. مش مشروط، ده مش شرط، ده مش شرط، ده ربنا. بصي ربنا اعلم بيا فاحص القلوب والكلى زي ما بيقول بالظبط. ربنا هو اعلم بيا وربنا عارف جرحي. معلش ما حدش بيحس بحد يا ميرفت، ولا حتى بابا رحمه حاسس بيا. لا هو حاسس بيكي، بس هو خايف على العيال. خايف على العيال من امهم؟ معلش هو فتح بطنه، هو فتح بطنه وخلفهم. عارفه ليه ميرفا؟ انتوا ليه اصلا ليه اللعب معايا بالعيال؟ ليه نقطه ضعفي دي هي اللي بتحركوا الدنيا بيها؟ يا ماما انت طب انا هقبل منك اي كلام. بابا الرحومه بيقول ان هو خايف على الولاد، خايف على الولاد مني. حضرتك خايف على ولادي مني؟ حضرتك اللي بتقرر مين الصح ومين الغلط، دول ولادي مش ولادك انت. انتوا بتساوموني على ولادي علشان ارجع نصرانيه. الولاد مش قصتكم اصلا ولا انا قصتكم، القصه هي قصه دين، هي قصه دين. انتوا عايزين النصرانيه تتغلب على الاسلام حتى ولو بالباطل، علشان كده بتساوموني على ولادي، مش غاده ولا نهى ولا ولاد نهى هم المقصد. المقصد هو دين قصاد دين. حسبي الله ونعم الوكيل. انا بابا رحومة حسسني انها صفقه. انا بصي انا ذكيه بما فيه الكفايه، انا ذكيه بما فيه الكفايه.
والله العظيم. انت ذكيه وانت على عيني وعلى كل حاجه، بس ما تخليش ابليس يحول عينيكي ان احنا بنلعب، احنا مش هنستفيد حاجه برجوعك صدقيني. ما هنستفيد حاجه اختي، مش هتستفيدوا حاجه برجوعي؟ لا بقى، ده انتوا هتستفيدوا كل حاجه. هطلع على القنوات بوشي كده زي ما انا، من غير كمامه ونضاره زي الضيوف بتاعت بابا رحومه، هطلع بوشي ومجدا للرب. نهى السيد شافت الرب ورجعت لحضن الرب تاني، والمسيحيه انتصرت على الاسلام. مش هتستفيدوا ايه؟ ده انت هتلموا على قفايا تبرعات قد كده. انا عارفه، انا عارفه. لا لا، انت بيجيلك افكار كده ان انا هروح ويحبسوني ويحطوني ويقتلوني ويحطوني في دير، محدش هيعمل كده. لا، انا هنحررك من القيود. اختطفوني مين؟ انا ما بتخطفش يا ميرفا. تتخطف ايه؟ ولا بص هقول لك على حاجه، ولا المسلمين بيخطفوا ولا المسيحيين بيخطفوا، والله انا هنا بمحض ارادتي. احنا بنحررك من القيود يا ماما اللي حواليك يا غاده. افهمي ان ابليس اللي بيحركك في الفكر وفي القلب من ناحيه ولادك. بص يا ميرفت، بامانه خليكي معايا في الموضوع ده بامانه، يعني انا بترجاكي تقفي معايا في الموضوع ده، يعني حاولي تقنعي بابا رحومه وشوفي اي تنازلات. انا بصي، انا بتنازل عن اي حاجه يعني، فاهمه؟ هو عايز يساعدني خلاص يكمل الموضوع. بامانه الموضوع ده هيفرق معايا قوي. طب عرفيني، ما هو دي احنا حل قانوني، ما المشكله في المطار. طب المشكله في المطار، انا هرفع قضيه موافقه ان الولاد يجوا معايا في السفر، ماشي؟ وان شاء الله القاضي يحكم لي، تمام؟ ومين هيرضى يسلمهم لك؟ انتوا، ما هو ده دور بابا بقى. ما هو ده دور بابا، مش انت بتقولي انهم بابا؟ ازاي احنا نقول يا بنت اسماعيل ابوس ايدك، ازاي احنا نقول احنا هنسلم ولاد غاده وهي مسلمه؟ يا ماما مش هيسيبوكي بحالك صدقيني. هم مين اللي مش هيسيبوني؟ هم المسلمين، الدولة والقوانين. طب استني، طب يا ميرفا انا معاكي. بصي، قدري دلوقتي انا مسلمة، ماشي؟ وولادي دول لو رحت نفذت حكم الحضانة، فلنفرض ان انا عرفت مكانهم ونفذت حكم الحضانة وخدتهم عندي هنا في الشقة وقاعدين، مش ممكن يكملوا مسيحيين وانا مسلمة؟ ممكن جدا. هقول لهم لا اكراه في الدين، لما يكبر ويقرر بنفسه، قرر ما قررش اهو ابني حبيبي معايا. والكلام ده على فكرة أنا واثقة منه، مش بكلمك كده وخلاص. حكاية إكراه في الدين وإسلام، إزاي يعني أخده؟ إزاي طفل يروح الأزهر ده؟ هيقول إيه بالذمة للشيخ ده؟ أصلا في قانون إن الإسلام 18 سنة، يبقى إزاي عيل ست سنين؟ معلش اسمعيني بقى، طب البنت الأخيرة اللي مش 16 سنة دي، إزاي يعملوا لها شهر إكرام وجوزوها؟ مين دي؟ البنت. طب انا هبعت لك الفيديو. ثواني، قصدك اخت ساميه، سميحه؟ اي حبيبه قلبي، دي 21 سنه، 21 سنه، وطلعت بنفسها وقالت لها ما تتعبيش يا سميحه وتدوري. يا بنتي دي مش 21، ده الثانيه اللي كانت 21 كانت متجوزه من الواد المسلم طاهر. لا، هي انا شايفه الفيديو بتاعها، كانت حاطه ميك اب ولابسه طرحه وبتقول انا اتجوزت وما تدوريش عليا يا سميحه. بصي يا غاده، هقول لك حاجه للامانه. ايوه انا عارفه عاطفه الام اللي بتوجه، بس هو ابليس حاطط الحاجز ده، يا ولادي يا المسيح. لا ما قلتش كده، انا قلت المسيح ومع ولادي ومعايا ولادي، المسيح ومعايا ولادي، انا ما قلتش يا ولادي يا المسيح. انا لو قلت ولادي يا المسيح، ما هو بصي يا ماما، انت لو هتجري عشان طريق المسيح يبقى انسى ولادي. كل اللي مشي اسمعيني، كل اللي مشي طرف كل حاجه يا ماما اسمعيني، عشان خاطر يا غاده مروحك لوحدك اسهل في امور كتير قوي. يا الله، وبتنزلي مصر دلوقتي ازاي؟ ايوه جاوبي بقى، بتنزلي مصر ازاي وانت عامله لجوء ديني؟ عايزين نفهم. واللي انت هتقوليه انا بعتبره بلاغ للسلطات. وبتنزلي دلوقتي مصر ازاي؟ انا بنزل عادي، محدش عارف ان انا عملت لجوء ولا نيله، لان انا مش مشهوره زيك. ما عملتيش فيديوهات كمان؟ ايوه فاهمه. انت بقى لو غيرتي باسبورك خالص باسم تاني بشكلك الامور اللي انا بشوفك فيه ده، هما ايه اللي عرفوا ان انت فعلا غاده ولا بتاع؟ تنزل بالباسبور الامريكي. مش فاهم، انا لو انا نازله بالباسبور الامريكي، هما ايه اللي عرفوني ان انا مربط ولا مكتوب اسايلم ولا قضيه؟ ما فيش حاجه مكتوبه كده.
انت تعرفي الحاجات دي بتبقى سريه انت محدش هيرضى يديك الولاد وانت مسلمه في مصر. خليه واضحه معاكي. طيب ماشي انا هاخد حكم انا. انت قصدك محدش من الكنيسه هيرضى يسلمني الولاد صح؟ ما ولا العيال عيالك هيرضى. بأكد تاني محدش هيرضى يسلمني الولاد طول ما انا مسلمة. محدش من الكنيسة هيرضى يسلمني الولاد طول ما انا مسلمة. سبحان الله ولادي وبترجاهم يسلموهمني بيقولولي مش هنسلمك الولاد طول ما انت مسلمة. تبقي مسيحية وترجع للمسيح نسفرك برة ونجيبلك الولاد. طول ما انت مسلمة ادفعوا عليكي وانت قاعدة في مصر ومحرومة من ولادك. الله ولا عيالك البنات. افهمي. يبقى انت يبقى كده مساومه. يبقى كده مساومه من البنات علشان ما يدونيش ولادي. يبقى كده لا تسافري لما فيش ولاد يا حبيبتي. يبقى بناتي اعدائي بقى. يا ربي احنا بنتكلم على ما ينفعش وانت في الاسلام في الواجهه العامه للمسلمين والشيوخ والقرف اللي حواليك. مفيش حد حواليا ولا شيوخ ولا قرف. عايزاكي تنفذي. عايزاكي تطلعي من فك الاسد ده. صعب. النهاية وحشة. النهاية مرة. النهاية صعبة. النهاية الأبدية صعبة. هو ده اللي أنا بفكر فيه. تعالي ونفرح كلنا بالمسيح. تعالي وولادك كلهم ييجوا للمسيح. وتعالي وصدقيني هتعيش الحياة حلوة بالست الست بركات. عشان كده بقولك لا. وبعدين احنا لما نيجي هنا بقى ونبدأ نعمل فيديوهات تلغي التاريخ الأسود بتاع الفيديوهات دي. خلاص الموضوع يبقى جميل خالص. والايمان وايمانك بقى وايه بعد مر شفتيه رجعت ايمان جميل من القلب. هنطلع ونتحرر من كل القرف اللي عملوه فينا ده ونرجع تاني النور اللي على وشنا نور المسيح والفرح. الفرح ايوه حبيبتي. والايمان والطمانينه والرجاء والثقه. لبابا رحومة يقول لي لا يمكن اسيبها. شوفي جماله يعني. بس هو عيني عشان تعبان وعنده كورونا بيطلع برامج بالعاده. هتلاقي كل برنامج يقول لك ايه لسه الكورونا ماسكه فيا شويه. بعتيله مش عارفه الصفحه بتاعته. ايوه هو بيظهر عندي بس انا الصراحه بتكسف اكلمه قبل ما اقول لك او هو اللي يبدا يكلمني علشان برضه بأحرج. بجد يا بابا عامل ايه؟ عرفت انك تعبان والف سلامه عليك وتسلميلي وبصلي. وانتهى الكلام على اني اتصل على رحومة الحرامي واستسمحه اني اشوف اولادي قبل السفر. فيا ترى هيكون رد رحومة ايه؟ وهل هيوافق على اني اشوف ولادي؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.